جوازتك الجديدة حتكون بالسر وما حدا حيضرب القصة غير انت وانا والعروس. لك انتي عم تتعاطي شي؟ عم تاخدي لي شي حب؟ شو بي؟ شو صاير معي؟ لا يا سيدي، انا بكامل وعي. كامل وعي؟ هذا حكي بكامل وعي؟ هذا حكي ما بيفوت عقل. بدك توافق والموضوع منتهي. لك طول عمرك بتشوف قراراتي صح، شو صابك؟ بشوف قراراتك صح بالمكان الصح، بس مو مثل هذا قرار. بتقولي لي جبتي ضغط؟ يا سيدي هاد أهم قرار أخذته بحياتي مشان أكسبك وأكسب الولد. ديارة، رح أرجع ذكرك باتفاقنا. أنا رح جوزك جوزي مشان جيبي له ولد، لأنه أنا ما فيني جيب أولاد لا هلأ ولا بعدين. مقابل هالشي أنا وسراج رح نقدم لك كل شي بدك إياه، بس أنا رح كون الأم وهو رح يكون الأب. بس هيك يا مدام لورا، أنت عم تطلبي مني إنك تشتري ابني؟ لا أبداً بنوب، أنا ما عم اشتري ابنك. أنا بدي أقدم له أحلى حياة، الحياة اللي أنت ما فيك تقدمي له إياها، بس بفرق بسيط، أنا الأم وأنت مرت الأب. شو قلتي؟ ديالا، القصة ما بدها تفكير. شو بدك أنا وسراج رح نقدم لك؟ مصاري، بيت، سيارة، كل شي بتحلمي فيه. الله وكيلك، من لما صارت هالحادثة مع مرتك وأمك ما في على لسانها غير نفس السيرة. أنو سيرة؟ على أنه أيمتى بدي تحبال وأيمتى بدي أشوف ولاده. صرعت راسي بهذا الموضوع وقال شو ما بتفوت على بيتك ولا بتحط عينها بعينك لحتى تسمع أنه مرتك حبلة. بالله مشان هيك؟ إيه والله مشان هيك. طيب بتخبريها أنه لورا حامل؟ عجد عم تحكي تقولي؟ إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمري، وما حلوة ما تروح تبارك لها. إيه لك طبعا. طيب شو ما بدك شربينا شي؟ لك من عيوني تكبرني. ديارة، رح أرجع ذكرك باتفاق. أنا رح جوزك جوزي مشان جيبي له ولد، لأنه أنا ما فيني جيب أولاد لا هلأ ولا بعدين. مقابل هالشي أنا وسراج رح نقدم لك كل شي بدك إياه، بس أنا رح كون الأم وهو رح يكون الأب. أنا ما عم اشتري ابنك، أنا بدي أقدم له أحلى حياة، الحياة اللي أنت ما فيك تقدمي له إياها، بس بفرق بسيط، أنا الأم وأنت مرت الأب. شو قلتي؟ لا والله ما حذرته، ما رح أسمح لحدا بالكون ياخذ ابني مني أو يقرب علي. ابني إلي أنا، ما رح يفارق حضني ولا دقيقة واحدة. وتعمل لورا يلي بدها اياه. انا ما ممكن اتنازل عن ابني ولو كان الثمن كنوز الدنيا كلياتها. تفضلتي ديالا خانو، ما سمعت عيدي. والله مثل ما سمعتي، انا بدي الغي الاتفاق اللي اتفقته بيني وبينك بخصوص ابوي. ايوه، وشو عدا ما بدا؟ ما كنتي موافقه؟ لاني كنت حماره وما بفهم، بس بعد ما صار ابني جواتي حسيت بشعور الام. عندي يا اغلى مكنوز الدنيا كلياتها. بس يا لا بس ولا خس، ابني ماله للبيع. بس يا ديالا، الدنيا كلها صارت تعرف اني حامل ورح صير ام عن قريب. لا تخربي اتفاقنا بلحظه طيش ما له داعي. طيش ما له داعي؟ شو ما له داعي؟ اه فهميني، ابني بعد ما صار جواتي قطعه من جسمي ومن لحمي، تجي بدك تسرقي مني؟ طيب طيب طيب، منلغي الاتفاق القديم. شو ما بدك زياده عليه اطلبي.
كل شيء بدك اياه بيصير، انت بس طلبي وتمني. شو ما بدي شو ما بدي؟ ايه شو ما بدك شو ما بدك؟ بدي جوزك. احلامك يا كلبه، معناتها انسي الولد كله. خير سراج؟ شبك؟ مالك رايق؟ اسمعي كلمتين يا بنت الحلال، كلمتين ما في غيره. انت بعد ما خوستي بالاتفاق اللي صار بيني وبينك وبين الولد، انت ما عاد تلزمي. هذا الولد بدك تنسيه، مهمتك خلصت. انا بكره نازل عن نفوس ورح سجل الولد باسمي وصندوق. لهون والله يعطيك العافية. لا لا، ما حذرت ما حذرت، لا انت ولا اللي اكبر منك بيقدر ياخذ ابني مني. الموت بس بيقدر ياخذني منه. ما حذرت، لا لا انت ولا اللي اكبر منك، لا انت ولا اللي اكبر منك. معناتها بدي سمعك كلمتين ما في غيرهم. انت معك يا سراج. هاد الولد مثل ما هو ابنك، ابن لتيارا كمان، وما في قوة بالأرض بتبعد أم عن ابنها. أنا لو مكانها كنت لغيت الاتفاق، إنه عاطفت الأمومة أكبر من كنوز الدنيا كلها. اسمعي يا تيارا، رح ضلك بهذا البيت سهرك بسهري، لا بتزيدي ولا بتنقصي. وإذا بدك تطلع بتطلعني يا بل، وإذا بدك تطلع من هذا البيت أنا طالعة أبلة. لازم كل العالم يعرفوا إنه ديالا مرتك التانية وهي أمه للولد. وأنا رح خبر مرت عمي وأختك بكل شيء، لأنه هذا الولد لازم يرقى بجو كله حنان وحب.